نعم، السينار الجديد هو بأن جهاز الدفاع المدني وطواقم الإسعاف ما زالت تعمل في منزل عائلة ظهير من أجل انتشال جثامين للشهداء أو من أجل إنقاذ عالقين تحت أنقاض المنزل الذي تم استهدافه في منطقة خربة العدس شمال محافظة رفح. وانتشلت صباح اليوم 8 شهداء من أنقاض منزل عائلة ظهير، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء إلى 11 شهيدا وإصابة العشرات بجراح مختلفة، ووصلت جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى أبو يوسف النجار. أيضا كانت هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا منازل أخرى في مدينة رفح، منزل لعائلة الحمايدة وأيضا منزل ومنزل بالقرب من الحدود ما بين مصر وقطاع غزة، ومنزل لعائلة الهمس، ومنزل لعائلة الفرة، وأيضا مزرعة للدواجن، ومناطق حدودية وأراضي زراعية في مناطق مختلفة من مدينة رفح. وبذلك ترتفع حصيلة الغارات الإسرائيلية على محافظة رفح خلال الساعات 24 الماضية إلى 31 شهيدا وإصابة العشرات بجراح مختلفة. وأيضا يأتي هذا في ظل استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة. أيضا يترافق هذا القصف في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين، 1.5 مليون نازح ونازحة يعانون الويلات والأمرين في ظل ظروف غير إنسانية وظروف صعبة للغاية في هذه المدينة المكتظة. أيضا بالانتقال إلى محافظة خان يونس، وهي أيضا مسرح لعمليات الجيش الإسرائيلي، كانت هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية على محافظة رفح واستهدفت جميع المناطق في المحافظة، سواء المناطق الشرقية أو المناطق الغربية والمناطق الجنوبية والمناطق أيضا الشمالية من محافظة رفح، جميعها مناطق تعرضت للغارات الجوية والقصف المدفعي على تلك المناطق. أيضا هناك استمرار لعملية الجيش الإسرائيلي داخل مدينة خان يونس، وخاصة في محيط مجمع ناصر الطبي، وفي محيط أيضا مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأيضا في المعسكر الغربي والحي الياباني. هناك تواجد لآليات الجيش الإسرائيلي، وهناك أيضا يسمع دوي اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في تلك المنطقة. لكن مشافي محافظة خان يونس خرجت عن الخدمة بعد إخلاء النازحين والمرضى والأطباء من هذه المشافي، وبذلك ستزيد من معاناة الجرحى والمرضى في محافظة خان يونس. وأيضا وذلك سيحرم قرابة أكثر من 300 ألف مواطن في مواصي خان يونس من الرعاية الصحية والطبية. وأيضا في محافظة خان يونس تقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن هذه المحافظة منذ أكثر من 70 يوما، منذ أن وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في تلك المحافظة إلى يومنا هذا. هناك انقطاع لخدمات الاتصالات والإنترنت. أيضا يتم انتشال عدد من جثامين الشهداء من مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي، ويتم تحويل جثامين الشهداء إلى مشافي في وسط أو في جنوب قطاع غزة. وبذلك كل ما يجري وتحليق للطائرات المكثفة، سواء طائرات حربية إسرائيلية أو طائرات مسيرة، تنذرها أيضا باستمرار للغارات واستمرار للعدوان الإسرائيلي على محافظة خان يونس وعلى محافظة رفح في جنوب قطاع غزة. أيمن أبو شنب مراسل الغد من رفح، شكرا لك.